انا عندي 29 سنة، متجوزة من 5 سنين، عندي ولدين، جوزي راجل مفيش زيه. ايه ده؟ الله الله الله. حياتي ما بس شاء الله. المشكلة في اخته، اخته فظيعة جدا حلو جدا ماشي. جدا جدا، 6000 في جدا. عايشة معانا في البيت، مش متجوزة ولا مرتبطة. عايشة معانا في البيت يعني واضح انه بيت عيلة برضه. انا ولا في الشقة؟ لا، بيت العيلة النهاردة معايا كتير. طول الوقت بتقلل مني ودايما تنتقدني في اي حاجة، عمري ما عملت حاجة وعجبتها. وانت ليه مستنية اعجبها؟ او انت غريبة رأيها اصلا برضه، مش فاهمة. مش فاهماك. يعني اخت جوزك انت تعملي حاجة عشان تعجبها معانها ما عجبتها؟ يعني بالظبط ايه الأزمة؟ كنت الاول بنزل اعمل كل شيء لحماتي، غلطانة، بس تعبت من المعاملة السيئة، ومهما اعمل مش بيعجبها، برضو انتي غلطانة. وكأنها بتقول مهما تعملي مش هترضيني، وانا عمري ما كنت برد عليها خالص، لاني عارفة انها ممكن تكون زعلانة عشان لسه ما اتجوزتش. طب ما انتي فاهمة اهو، او في شوية غيرة. طيب بس اخر مرة خلتني خارجة مع جوزي وانا حاطة ميك اب، وقالت لي شيلي القرف اللي في وشك ده، احنا ما بنحبش الحاجات دي. قلت لها انا حرة. عيطت بقى وعملت دراما، وحماتي بهدلتني عشان خاطرها. جوزي قال احنا بس شوفوا جوزها بيقول ايه. قال لها خلاص احنا هنستقل في شقتنا، وما بقتش انزل لحماتي خالص. حلو. بس هم بيعاملوني وحش، وكرهت اخواتها البنات اللي متجوزين، كرهوها فيها يعني، وبقوا يكرهوني. وكمان شايفين جوزي راجل ماشي تبع مزاج مراته، واخو جوزي مسافر بطل يكلمه. عرضت على جوزي نخرج نسكن بعيد عن بيت العيله، رفض، وقال انه ابوه وامه كبار في السن ولازم يبقى معاهم، لانهم بيتعبوا كتير وبيتعبوا في اوقات متاخره. وبيقول لها بقى ايه، حاولي تتاقلمي، بس انا بقيت اكره اشوف حد فيهم، وبكره التجمعات العائليه والمناسبات، لانهم بيتجاهلوني، وجوزي صعبان عليا جدا لانه ما يستاهلش كل ده من اخواته، ولا يستاهل ده منك. وحاسه اني سبب، اعمل ايه؟ هل في امل اكسبهم لصفي كويس، ولا كده خلاص مفيش يعني مفيش امل؟ انصحوني، نفسيتي متدمره. لا 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 لا، ازاي؟ قولوا لي ايه الصح، رد فعلي يبقى هي ده ايه؟ كله مش عارفه. انا دايما اقرا الحته الاخيره دي في الاخيره، حصلت في الفقره اللي فاتت، خدتي بالك؟ ما علينا. بصي يا بنت الناس، انت ساكنه في بيت عيله، هنعمل ايه؟ كنت عارفه ده، ما انتيش متفاجئه. انت قلتي المشكله وشخصتيها، يعني البنوته دي ها اللي لسه ما اتجوزتش نفسيا متضايقه، ما تطبطبي عليها، ما واحده واحده هي هتفضل قاعده، ان شاء الله يجي لها نصيبها وتتجوز وتمشي. ها اهدي شويه، انت كمان اهدي شويه، انت كمان اتعاملي ان انت الاكبر، واللي حظها كان اوفر، واللي اتجوزت وجوزها كويس بشهادتك. يعني انت قلتي انه جوزي كويس جدا جدا، وما عندناش مشاكل مع بعض، انت قلتي كده. لا، وضيفوا على ده كمان ان لما حصلت مشكله جوزك ما قالكيش اخبطي دماغك في الحيط، جوزك ما قالكيش امي اهم منك، جوزك ما ركبش عليكي اخته، بالعكس ده قال لك ايه، طب تعالي نخش شقتنا ونقفل علينا. يعني راجل كويس ومتفهم الموقف. ايه انت شويه بقى تيجي انت تقولي له لا يلا بقى بره البيت خالص؟ لا طبعا، هو بر بوالده بوالدته، وقال لك لا انا ما اقدرش اسيب اهلي، ده راجل محترم. انت بقى ما تقعديش تدوري عن رضا الاخر، صح؟ طول الوقت اصلهم مش راضيين، اصلهم زعلانين، اصلهم مقموسين، اصلهم واخدين موقف مني. ما تاخدي انت كمان جنب شويه في الحنين كده، يعني بالراحه، خفي رجلك شويه، ما تحتكيش كتير، خليكي لطيفه، ودي انت لاخواتي التانيين، وديهم، اشتري هديه وابعتي، ارفعي سماعه التليفون اسالي، زوري، كلميهم تعالوا اتغدوا معانا، ابني جسور الود والمحبه. مش انت قاعده بتنظري ليل نهار، وممكن تكوني انت ما بتعمليش حاجه تشتري بيها ودهم.